انا شاكر لحضرتك الوقت اللي حضرتك مدولنا، وربنا يجزيك كل خير والله وان شاء الله يكرمك، ربنا ينفع بيك باذن الله. الله يكرمك والله يا استاذ، يخليك، متصور ليك وحشه والله، من زمان ما كلمناش حضرتك. وانت اكتر استاذنا والله، وحشنا والله. الله يكرمك يا الله استاذ، يكرمك، ربنا الله يكرمك يكرمك يا يا استاذ، رب. الله يكرمك. طب استاذ حضرتك بس نتعرف بحضرتك اكتر. انا هاني عمر، طالب دكتوراه في يونيفرسيتي اوف ذا ويست اوف انجلاند. المجال بتاعي اوتوميشن كونستراكشن مانجمنت، اوتوميشن وبيم، له علاقه بالاوتوميشن وله علاقه بالبيم طبعا. من ساعة ما اتعلمنا البيم وهو كل همنا دلوقتي، ما شاء الله ما بس شاء الله. العمر 44 سنة تقريبا. 44 سنة. وحضرتك خريج عين شمس؟ أنا خريج عين شمس، خريج هندسة عين شمس 97، مدني بماجستير 2015 كان من عن ايه الجامعة الماجستير الأمريكية. دوت؟ كان الماجستير كونستراكشن مانجمنت، والرسالة الماجستير نفسها كانت في البيم برضه. طب ايه اللي حضرتك يعني خلاك تتجه للبيم في الفترة يعني كان لسه البيم في بداياته؟ والله البيم ما زال في بداياته، نقدر نقول في منطقتنا العربية للأسف الشديد. بس أنا أذكر يوم أخذنا محاضرة عن البيم في الجامعة، وجالنا واحد من بره في الجامعة البريطانية بيدرس لنا البيم، كان من شركة أركيكاد تحديدا. بدأ يدينا معلومات عن البيم. بحكم خبرتي كان تقريبا ساعتها حوالي 16 سنة في مجال الكونستراكشن، لقيت ان البيم بيعالج حاجات كتير جدا 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 كان فيها قصور شديد. انا واحد من الناس كنت حاسس بالقصور ده نتيجة الشغل بتاعي. لما روحت البيت بدأت اشتغل انا على الموضوع، قلت ازاي في حاجة بالمنظر ده بتحل المشاكل واحنا مش شغالين عليها. فبدأ يبقى هو همي الاول والاخير. بدأت اسيب خالص التوبكس والسيلبس اللي هم كانوا المنهج اللي هم كانوا مقرره لنا في الجامعه، الله يسلمك، المنهج اللي هم كانوا مقرره لنا في الجامعه، وبدات انا اشتغل على نفسي يعني. تمام. فلقيت ان البيم ده حاجه رائعه، بس اشتغلت عليه البيم. فدلوقتي بقيت انا اللي بدرس في الجامعه البريطانيه البيم. ما شاء الله ما شاء الله، باذن الله ربنا يكرمك ان شاء الله، الله يخليك، نتشرف وندرس مع حضرتك باذن الله في الجامعه باذن الله. الله يكرمك. الله يكرمك استاذ. طيب ما فيش جامعات في الوطن العربي مهتمه بالبيم؟ لا كتير، ده زي كتير. زي جامعات بتهتم بالبيم، بقى في دلوقتي توجه في البيم، واذا لم يكن البيم هو الاساس عندهم ولكن بقى منهج من ضمن المناهج، زي تحديدا الجامعه البريطانيه. الجامعه تمام البريطانيه بقى في عندهم ماده اسمها البيم، تمام بيدرسوا في الجامعه البريطانيه ماده اسمها البيم. البيم دلوقتي بقى في الكونستراكشن مانجمنت، بقى في انتليجنت بيلدينج، ده الدم مادة أساسية عندهم. ده الجامعة اللي أنا عارفها. في تمام جامعة حلوان على حسب ما عرفت برضو، جامعة حلوان في توجه، وإذا لم يبدأوا في توجه. جامعة عين شمس بدأ البوست جرادويت اللي هو الدراسات العليا، بدأوا برضو يحطوا الدم عندهم كأساس. وإذا كان دلوقتي بيفكروا على حسب ما أنا عارف من بعض الزملاء اللي بيدرسوا في الجامعة، إن هم بيفكروا إن هم يدخلوها في الأندر جرادويت تمام حتى في ممتاز البكالوريوس. ممتاز. ده مثلا على المستوى الجامعي. سمعت ان في سوريا بيدخلوا البيم منهج اساسي، في بغداد اعتقد برضه البيم دلوقتي يعتبر منهج اساسي. هنا في الامارات، بتكلم مثلا على الامارات، في هنا في الامارات برضه البيم بدا يكون توجه في وزاره التعليم العالي. اذا كان في لسه ما شفتش ده في الاندر جرادويت، بس انا شايف القوه يعني، مش بس في الجامعه البريطانيه، برضو في الجامعه الكنديه موجود، في جامعه الامارات موجود. هو بقى توجه يعني، لان زي ما حضرتك عارف البيم ما حدش يقدر يتجنبه. انا ما اعرفش، انا عايز حضرتك تقول لنا ايه هو البيم، يعني لو حد عايز يعرف ايه هو. ايه هو البيم؟ مفيش حد عنده تعريف صحيح للبيم او عنده تعريف، لان زي ما حضرتك عارف كل واحد بيبص للبيم بمنظوره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكلاينت بيبص للبيم من منظوره هو ككلاينت، الكور بيزنس اللي بينفعه، الاركتكت بيبص له من منظور معين، الكونتراكتور بيبص له من منظور معين، وهكذا. ولكن البيم انا رؤيتي للبيم ان هو كومبريهنسيف سيستم كامل متكامل، بيقدر يعمل لك نقله نوعيه، يغطي لك على المشاكل او يحل لك المشكلات اللي موجوده في الكونستراكشن اندستري، بحيث انك
توصل لدرجه اعلى بكتير من الكفاءه ومن الفاعليه في الكونستراكشن اندستري، بوقت قليل، بجهد قليل، ببروفيتس اعلى، بسيفتي اعلى، كل الميجرمنتس او كل الاسبكت تقدر تقول انها افضل بكتير، اتنقلت افضل بكتير. فهو انا بشوف في رايي في وجهه نظر المتواضعه ان هو الحل السحري الحالي، ما فيش افضل منه لحد دلوقتي في مجال الكونستراكشن اندستري، اللي يقدر يحل لك، انا ما عايز اقول 100% من المشكلات، بس هو بيحل 700% من المشكلات، ولكن بيحل اغلب المشكلات المتعارف عليها. تمام. انما كتعريف للبيم، انا افضل تعريف بروح له هو تعريف الاي اي اي، الاي اي اي اسف انا طبعا مش حافظه، ولكن هو كومبريهنسيف سيستم. تمام. هو انا فاكر الرساله بتاعت حضرتك كانت فوق رائعه وممتازه جدا، رساله الماجستير. انا متذكر ان حضرتك كلمت عن ميكروب ان هو بيحل تقريبا 56 مشكله من مشاكل. تحديدا 36 مشكله. تمام. طب ايه اهم المشاكل اللي هو بيحلها؟ انا قبل ما اجاوب لحضرتك على السؤال ده، انا بسال دايما زمايلنا. انا دلوقتي عملت الانشيتيف بتاع البيم عندنا في ديوه، والحمد لله الهاير مانجمنت تبنوا الفكره وشغالين عليها. فانا مسؤول عن التكنيكال بارت، او الجزء التقني او الجزء الفني بالنسبه للبيم. فمنوط بيا ان انا ادرب الشباب. تمام. موظفين عندنا في ديوه. فدايما بسالهم، بقول لهم ايه افضل حاجه ايه هو البيم وافضل منافع اللي انتم شايفينها من وجهه نظركم. فكل واحد بيقول منفعه معينه. طبعا البيم ليه منافع كتير، زي ما قلت حضرتك، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا حصرت في رساله الماجستير بتاعتي ان في 36 منفعه للبيم، يمكن في اكتر من كده، اكيد يمكن في اكتر من كده، حد وقف على اكتر، بس ده اللي انا وقفت عليه، 36 منفعه. انا شايف ان البيم اكبر منفعه لي وعمليه الكولابريشن. تمام. بمعنى في سير لاثم سنه 1994، وبعد منه سير ايجن سنه 1998، عملوا ريبورتس في انجلترا. فالريبورتس دول خلصوا الى ان مجال الكونستراكشن اندستري مجال فرجمنتد. يعني ايه؟ يعني الكلاينت متخوف من الكونتراكتور، والكونتراكتور متخوف من الكونسلتنت، الكونسلتنت متخوف من الكلاينت، فبقوا كلهم بيشتغلوا، كل واحد بيشتغل لمصلحته هو، وسايبين المين اوبجيكتيف بتاعهم اللي هو الهدف بتاع المشروع. تمام. ماشي. فالبيم لغى الفكره دي خالص، زي ما حضرتك عارف فكره السي دي اي بالنسبه للانفورميشن الكومون داتا انفايرمنت. فهو نقل مش بس الكومون داتا انفايرمنت، لا، نقل كمان ده رايي برضه المتواضع، نقل كمان عمليه العلاقه ما بين السبلاي تشين بما فيهم الكلاينت الى كومون داتا انفايرمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى الكولابريشن. الكلاينت ما عادش خايف من الكونتراكتور، الكونتراكتور ما عادش خايف من الكلاينت، الكلاينت ما عادش خايف من الكونسلتنت، وهكذا. بالاضافه الى زي ما حضرتك عارف ان في الفتره الاخيره، في اخر يمكن 30 50 سنه، مجال الكونستراكشن اندستري بقى مجال معقد جدا. الكونتراكشوال ايشوز بتاعته بقت معقده هي كمان، لان المتطلبات زادت، والمتطلبات بقت معقده لان نتيجه لوجود التكنولوجيا، ونتيجه لوجود بارامترز كتير. فنتيجه التعقيدات اللي موجوده في مجال الكونستراكشن اندستري زادت التعقيدات، فاحنا محتاجين حاجه تحل التعقيدات. يعني احنا قبل التعقيدات دي كان في مشاكل، فما بال حضرتك لما التعقيدات زادت فزادت معاها المشكلات، فمحتاجين حاجه تحل القديم والجديد. فكان هو البيم هو الحل السحري اللي انا بشوف، العصا السحريه اللي تقدر تحل بيها البيم. ولكن زي ما حضرتك عارف كويس قوي ان ما حدش يقدر يوصل للحلول اللي هو عايزها او النتائج اللي هو محتاجها غير لما يتبنى البيم تبني كامل. تمام. انا لحد اللحظه اللي احنا شفناها اللي انا موجود فيها دي، انا ما شفتش غير مشروع واحد متبني البيم تبني كامل. تمام. كمشروع ايه؟ كان مشروع ابو ظبي ميدفيلد ايربورت. تمام. مطار ابو ظبي، امتداد مطار ابو ظبي وتوسعه مطار ابو ظبي اللي شغالين عليه، اعتقد يخلص السنه الجايه، مش متذكر بصراحه، عندي الكومنسمنت والكومبليشن ديت بتاعه، لو حضرتك تحب ابعته. ماشي يا دكتور. تمام. طيب دلوقتي انت حضرتك وصفت ان في كل المزايا والعصا السحريه المشاكل كلها. طب اتفضل جنزبيل باللبن الاول. الف شكر يا دكتور، الله يكرمك، الف شكر. ايه اكتر المشاكل اللي بتمنع ان احنا نتحول للبيم؟
سواء كشركات أو منظمات أو أشخاص؟ هو في برضو في نفس رسالة الماجستير بتاعتي في 12 تشالنج او ريسك برضو قدرت اقف عليهم، بس اللي انا شايفه ان اكتر حاجة او اكتر حاجتين هنقول الهاير مانجمنت سبورت والنو هاو. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو الهاير مانجمنت في اذا كان في المؤسسة ولا اذا كان في على مستوى الحكومات، لو اصحاب القرار مش مقتنعين او اللي زي حضرتك واللي زي ما قدروش يقنعوهم بالبيم، طبعا احنا عندنا الكفاءه ان احنا نقول البيم، ولكن هم توجهاتهم بتبقى مختلفه شويه. يعني انت ممكن تروح لشركه من الشركات هو اهم حاجه عندها الكواليتي، فانت لو مركزتش على الكواليتي وركزت على التايم والكوست والكولابريشن وكذا وكذا مش هيهتم. طيب تمام. المانجمنت سبورت لو ما اخدتوش خلاص مفيش حاجه اسمها بيم اصلا، ما تبداش بيم، ما تبداش عمليه البيم. دايمنشن الثاني النو هاو، تعرف ازاي المؤسسه انها تشتغل البيم وتبدا انها تتحرك في البيم جيرني. دايما احنا بنقول عليها رحله البيم، اللي زي ما حضرتك عارف رحله البيم. انا ما شفتش وما سمعتش وما قريتش عن شركه قدرت تتحول الى البيم، التحول اللي احنا المطلوب على الاقل ليفل 2 بيم في اقل من سنتين، ما شفتش وما سمعتش. تمام. حضرتك عارف ان بوم ممكن توصل لاربع سنين وخمس سنين في بعض الاحيان. بالظبط. فدول اكتر حاجتين. طبعا في حاجه تانية لما تيجي تبص للفاندنج، لما تيجي تبص على الكونتراكشوال ايشوز، لما تيجي تبص على الاكسبيرينس، هل في موجود في الماركت ناس عندهم الاكسبيرينس ولا لا. الستاندرد دي مهمه جدا جدا جدا، الستاندرد بتاعت البيم. كل الشركات او كل يعني مثلا لما تيجي تحرك تبص على محيط معين، كل شركه بتشتغل بستاندرد لوحدها، فالستاندرد دي ما فيش معمول لها انتجريشن، مش متكامله مع بعضها، مش متكافئه مع بعضها. فتبص تلاقي الستيك هولدرز عمالين بيخبطوا في بعض بدل ما هم بيعملوا كولبريشن اللي احنا لسه قايلين عليه احد اهم مزايا البنك. تمام. يعني هو في حاجات كتير، بس حضرتك سالتني على اهم حاجه في التشالنجز، فهم دول تقريبا اهم حاجه في التشالنجز من وجهه نظري. هو للاسف اغلب المشاريع الموجوده في الوطن العربي بيكون الهدف ان هو مطلوب بيم، فبيعمل موديل بيم من غير ما يستفاد منه. يعني بيبقى عامل حسابه ان في مثلا ثلاثه اربعه هيعملوا موديل بس، ما بيستفادش منه لا في حصر ولا في شغل ولا خالص، مجرد ان هو يسلم الموديل في اخر المشروع حتى لو في اخطاء، مجرد بس ان هو يسلمه وخلاص. وزي ما حضرتك بتقول عندنا مشاكل برضه في الوظائف، يعني ممكن تلاقي واحد بيم مانجر وما يعرفش يعني ايه كود، او ما يعرفش يعني ايه بيم، او مجرد بس هو عارف برنامج واحد او اتنين وتعين بيم مانجر، فدي بتعمل مشكله كبيره يعني. صحيح. طيب في ناس بيقولوا طب احنا ما شفناش تجربه او ما شفناش ان البيم ده وفر فلوس او وقت، فهل عند حضرتك مشروع كان فرق كتير البيم؟ والله انا درست عشان اقنع الاداره العليا عندي في ديوه، احنا عندنا المشاريع تقريبا ايدنتيكال، يعني المشاريع بتتكرر بالدايمنشنز بالدروينز كل حاجه. فاللي انا عملته طبقت البيم على تو دايمنشنز، الكوست والتايم، وازاي البيم يوفر ده. وقدمت تقرير للاداره العليا عندنا، لقينا ان البيم كان يقدر يوفر حوالي 13% من الكوست بتاع المشروع. ممتاز ممتاز جدا. وكان يقدر يوفر 7% من التايم بتاع المشروع. فانه يوفر 7% و13% اذا كان كوست وتايم، طبعا تمام. ده نقله كبيره كتير جدا. تمام. فاحنا شغالين ان شاء الله في يعني السنه الجايه ان شاء الله هنبدا نشتغل بايلوت بروجكت كومبرهنسيف بيم، يعني البيم بشكله اللي حضرتك عارفه واللي بتتمناه واللي انا بتمناه. فان شاء الله 2018 بنقدر نشتغل على اول مشروع كبايلوت بروجكت عندنا في ديو. باذن الله باذن الله. طيب هل البيم له علاقه باداره المشاريع؟ لو احنا بنتكلم على البروجكت كنترول او بروجكت مانجمنت، هل ممكن يستفاد من البيم؟ اكيد طبعا. البيم بقى زي ما بقول حضرتك العصا السحريه. خليني اقول لحضرتك، يعني حضرتك بتخليني اقول حاجات لسه سابقه لو انا، بس هقول لحضرتك انا شغال على مشروع دلوقتي هو ليه علاقه بالمونيتورنج اند كنترولنج كونستراكشن سايت اكتيفيتيز، حتى بعمل عليها بيبر دلوقتي انا لسه فاتحها اهو، بس حضرتك مش هتعرف تشوفها لان انا فاتحها قدامي على الكمبيوتر. بنعمل بيبر جورنال بيبر بننشرها ان شاء الله مع بروفيسور لمين. فيها انك بتقدر تعمل اوتوماتيك مونيتورنج اند كنترولنج كونستراكشن سايت اكتيفيتيز، مستخدم الفوتوغرامتري، مستخدم البوينت كلاود، مستخدم البيم. لو حضرتك تذكر من اكثر من سنه
انا كنت طلبت مساعده حضرتك في البوينت كلاود، وانا فاكر ان حضرتك بعت لي حاجه لما كنت في مؤتمر من المؤتمرات، الكومباريزون بتوين تو بوينت كلاود موديلز والحاجات اللي زي كده. حضرتك في البيم 2 دي و3 دي و4 دي، فعايز حضرتك بس تديني تعريفات باهم الحاجات، يعني ايه هو ال 6 دي او ال 7 دي؟ والله زي ما حضرتك عارف، ال 3 دي هو الموديل بكل ما يحمل، بكل مشتملاته، بكل ال او ديز بتاعته، بكل الليفل اوف انفورميشنز اللي موجوده عليه ودرجاته المختلفه. طبعا ال 4 دي هو 3 دي بلس الدايمنشن بتاع التايم، 5 دي هو 4 دي بلس الدايمنشن الكوست، ال 6 دي بيبقى ليه علاقه بالفاسيلتي مانجمنت. طبعا زي ما حضرتك عارف ان في بعد ال 6 دي في شغل كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الناس بدات في الاول، يعني مثلا قبل 2010 كان ال 6 دي وبس، واقفين عند ال 6 دي. كان ال 6 دي في السستينابيلتي، كان ال 6 دي في السيفتي، كان ال 6 دي في اللوجيستكس. فبدات بعض السكولرز بداوا يفكوا الارتباط بال 6 دي ده، وبداوا يعملوا ال 7 دي على اساس ان هو السستينابيلتي، بداوا يعملوا ال 8 دي وال يعني وصلوا ال ان دي. حتى انا اذكر ان في بروفيسور سلمان ازهر في الونيه ستيت يونيفرستي سنه 2011 عمل جورنال بيبر اسمها ان دي، يعني انت تقدر تحط الدي اللي انت عايزها ويستقل بذاته بحيث ان هو ما يتعارضش مع حاجات تانيه. تمام. فطالما مثلا انت عايز حضرتك ال 7 دي، فتقدر تحط ال 7 دي هو السستينابيلتي، ال 8 دي تقدر تحط له هو السيفتي واللوجيستكس. بما ان حضرتك انت عارف في الفتره الاخيره تحديدا من بعد 2011 تطور البيم كتير قوي، وتطور مع الاوكلس، تطور مع الفيرتشوال رياليتي، لان قبل 2010 2009 كان الفيرتشوال رياليتي في الامباركنج ستيج او لسه في مراحل النمو، يعني ما كانش قطع الشوط اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فتقدر حضرتك تفصله او فصلوه تماما بحيث ان هم عملوا له 8 دي لوحده في كاسيفتي. فانت عايز تدرب الموظفين بتوعك او الناس السايت ستاف اذا كان الليبرز او كذا على السيفتي، فبتحط لهم اللي هو كذا، بتعمل لهم سيموليشنز زي ما حضرتك عارف. لما تروح مثلا في اول حصه بتاعتك لما تيجي تتعلم السواقه، ما بينزلكش بالعربيه وتشتغل، لا، السيموليتر بيقعدك في السيموليتر كانك في الطريق بتاعك، فبيبقى عندك الاحساس بتاع العربيه. لو عملت الستيرنج ويل يمين قوي، فبتلاقي العربيه خبطت في الرصيف وهكذا. ونفس الفكره تقريبا بيديلك الفيرتشوال رياليتي، وكمان بيحاول ان هو يعمل لك انتجريشن ما بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، بحيث ان انت ايه، يحسسك بالواقع الحقيقي، مش بالواقع بس الافتراضي لا، بالواقع الحقيقي. فده مثلا ال 8 دي 7 دي للسستينابيلتي. فالسستينابيلتي ما كانتش سستينابيلتي عامل مهم جدا من زمان قوي، وخصوصا نتيجه تغير المناخ في الستينات. تغير المناخ وعامل تغير المناخ، ومجرد ما لقوا حاجه سوفت وير يقدر ان هو يوصل قدر السوفت وير يتطور التطور اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، فبرضو فكوا الانفصال او فكوا الارتباط ما بين ال 6 دي القديم اللي كان فيه السستينابيلتي والسيفتي واللوجيستكس وكذا، وبقى عملوا لوحده 7 دي. انا حتى بقول للموظفين اللي عندنا لما بييجوا يعملوا، يعني لسه كان عندنا اول امبارح، كنت بخلي الموظفين هم كل واحد بيجاوب على سؤال واحد بس، وات از ذم، وات از ذم. فكل واحد كان بيجهز، اديت لهم ماتيريال يقروها، واديت لهم فيديوز يقروها، وطبعا بيم اريبيا كانت في المقدمه، الله يكرمك، للشباب العرب اللي موجودين. ف بعض الناس واقفين عند ال 6 دي، قالوا لا ما فيش 7 دي و 8 دي وان دي دوت. فقلت لهم لا، خليكم اوبن، خليكم فليكسبلز، لان مجال البيم هو مجال فليكسبلز، فما نقفش عند صيغه معينه او ما نقفش عند حاجه معينه طالما ما بيتعارضش مع الحاجه. تمام. يعني ممكن نستخدم البيم ده في السيفتي، وممكن نستخدمه في السستينابيلتي، وممكن نستخدمه في اوجمانتد رياليتي، مفتوح ان احنا نستخدمه في اي حاجه خالص. صحيح. طيب لو احنا بنتكلم عن، في حضرتك اعتقد ان انت اديت كلمه قبل كده في البرتغال عن التحول التدريجي لمؤسسات ازاي مؤسسات تتجه للبيم. والله كان المفروض ان انا اروح البرتغال، بس لا ما رحتش. يعني مؤتمر البرتغال اعتقد كان في 2015 او 2016، لا ما رحتش البرتغال لفتره اعتقد ان انا ساعتها كان 2015 كنت بحج. تمام، قلت لحضرتك الحج. تمام، الله يكرمك، الله يكرمك. انا ما طيب رحتش. رايح حضرتك ازاي يتم التدريج؟ هل
الشركة كلها تتجه ولا ناخد بيم يونت؟ سؤال صعب جدا، سؤال صعب جدا، ولكن عشان خاطر حضرتك تبدا لازم يكون عندك الانفراستراكشر. الانفراستراكشر بتاعتك اذا كانت هيومن ريسورسز او اذا كان انفراستراكشر بمعنى السوفت وير والهارد وير، عندك الفاندنج، عندك السبورت. طيب احنا علشان خاطر نبدا البيم، هل نبدا بواحد بالمؤسسه بالكامل ولا نبدا بوحده؟ انا رايي ان احنا نبدا بوحده شبه مستقله. تمام، تبقى مستقله بمعنى ايه؟ مفيش عندك طبعا وحده في مؤسسه كامله بتبقى مستقله استقلال تام ولكن يعني ايه شبه مستقله؟ شبه مستقله يبقى فيها ريسورسز لوحدها، يبقى فيها الفاندنج لوحدها، يبقى فيها الاداره العليا تقدر تاخد قرار مستقل بعيدا عن الاداره الكوربريت بتاعت الشركه، بحيث ان احنا محتاجين فاندنج يوفروا لنا فاندنج، محتاجين ريكروتمنت يوفروا لنا ريكروتمنت، كل الاحتياجات بتاعتنا بيقدروا يوفروها لنا في الوقت اللي احنا محتاجينه. وده تقريبا اللي احنا متتبعين اللي احنا بنعمله في ديوا في الوقت الحالي، اللي انا عملت له بروبوزال في ديوا في الوقت الحالي، ان احنا شغالين على قطاع من القطاعات شبه مستقل بذاته. بما انك شغال في مؤسسه فما تقدرش تنفصل عن المؤسسه، بمعنى ايه؟ بمعنى انت ليك علاقات مع الادارات الاخرى، ليك علاقات مع القطاعات الاخرى، فالقطاعات الاخرى المرتبطه بيك واللي شغلها متداخل مع شغلك لازم يبقوا عارفين ايه هو البيم، لازم يبقوا مقتنعين بالبيم يعني على نفس الدرجه بتاعت اقتناعك، لازم يعملوا لك سبورت بالبيم. لو تمام. قدرت توصل لده اكيد هيبقى البيم اسهل كتير جدا 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 من انك تعمله على مستوى مؤسسه كامله، لان حضرتك بتغير مثلا بتغير 200 فرد غير لما تغير 2000 فرد. تمام. بتغير الانفراستراكشر على سكيل صغير فتقدر تتحكم فيه. المشروع بتاعك صغير مثلا ب 50 مليون غير المشروع بتاعك بيكون ب 500 مليون. بتبقى العمليه اكبر والعمليه اوسع. انت الهدف الاساسي من انك تعمل البيم انك تقدر تنفذه. نفذت البيم كبايلوت بروجكت، انت محتاج ايه من البايلوت بروجكت؟ انا مش مهم عندي انجح بنسبه 100% في البايلوت بروجكت، انا محتاج انجح بنسبه 80% مثلا. طيب والنسبه ال 20% الاخطاء مش هنقول عليها الفشل، نسبه ال 20% الاخطاء لازم اتعلم من اخطائي، لازم اعمل ليسون ليرنينج. فانا بشوف دايما ان البايلوت بروجكت في البيم ازاي اتعلم من اخطائي وازاي ان الناس تتدرب وازاي ان الناس ايديها تاخد على البيم، تبقى عارفه ايه هو البيم وايه هي المشاكل اللي ممكن يقابلوها ويقابلوها في المشروع، ازاي يتغلبوا عليها، ايه المشاكل اللي هيقابلوها يقدروا يقابلوها في البايلوت بروجكت، ازاي يتغلبوا عليها من الليسون ليرند اللي احنا بنقول عليه. فانا رايي انك تبدا بيونت شبه مستقله، تقدر تعمل فاندنج، تقدر تعمل سبورت، تقدر توصل لكل المتطلبات اللي انت عايزها من البيم، ومع السبورت من الستيك هولدرز الداخليين اذا كان داخل المؤسسه او خارج المؤسسه. تمام. طيب لو احنا هنعمل فعلا بيم يونت او كده، ايه الكود اللي حضرتك تنصح بيه؟ يعني هنشتغل على انهي كود حضرتك شايف ان هو انسب للدول العربيه؟ والله انا دايما ميال لانجلترا. الكود البريطاني. دايما ميال لانجلترا، يعني اس باس 1192. دايما ميال للكود البريطاني الباس 1192 اذا كان 2013 14 15. طبعا كل واحد ليه علاقه ليه تخصص معين، يعني اذا كان في السكيورتي، اذا كان في الانتجريشن وهكذا الامبلمنتيشن فانا ميال لده. البريطانيين زي ما حضرتك عارف شاطرين في الاستاندرد. تمام. شاطرين جدا في الاستاندرد. طبعا احنا عندنا بعض الحاجات، يعني اذكر ان في بين ستيت يونيفرستي عملوا اسيسمنت بيم ماتشوريتي ليفلز، اسيسمنت فور بيم ماتشوريتي ليفلز، رائع. انا شايف ان هو من احسن الحاجات، فيعني لما نحتاج حاجه من هنا مع هنا مش غلط. بس الباس 1192 فيه الفايده وفيه الكفايه، ده من وجهه نظري. تمام، ممتاز جدا. طب هل حضرتك شايف ان الدوله تعمل كود خاص بالبيم، يعني مثلا الامارات او قطر يعملوا كود والناس كلها تبدا تشتغل بيه، ولا كل شركه تعمل كود خاص بيها؟ لا، كل شركه تعمل خاص كود خاص بيها، ده انا بشوف ان هو من أسوأ اكبر حاجة. الاخطاء، من اكبر الاخطاء اللي بتقتل البيم. يعني لما نعمل كود خاص بالدوله ده رائع، ممتاز. وكل المؤسسات اللي موجوده فيه وكل الشركات اللي موجوده فيه العاملين فيها لازم يتبعوه. ده مظبوط، زي ما حضرتك بنشتغل مثلا في الامارات، او حضرتك شغال في قطر، او حد شغال في مصر او كذا، في عندك الكود المصري، في عندك الكود الاماراتي. الكود المصري واخد من الكود الانجليزي، واخد من الكود الالماني، واخد من الكود الفرنسي، واخد من الكود الامريكي، وبيطوع ويكيف البيئه بتاعته.
طبعا حضرتك عارف الاختلاف، مثلا هنتكلم على الكود بتاع الخرسانه المصري، الكود الامريكي معتبر حاجه، الكود الانجليزي معتبر درجه الحراره بتاعته مثلا اللي هي بلس 7 او ماينس مثلا 20. لا الكود المصري ما فيهوش الكلام ده، درجه الحراره عندنا في مصر بتوصل ل 45، عمرها ما بتوصل مثلا لماينس 20. فبيكيف الكود بتاعه بما يتلائم مع البلد. نفس الحكايه البيم، البيم كل بلد ليها طبيعه، طبيعه الكونستراكشن اندستري ليها طبيعه خاصه بيها يونيك، طبيعه متفرده. فاحنا ناخد البيم الستاندرد اللي موجود، يعني الدول زي انجلترا وزي امريكا اللي هم سبقونا في مجال البيم وعملوا ستاندرد، نقدر ناخد البيم ستاندرد بتاعهم ونكيفهم على طبيعتنا احنا، على طبيعتنا داخل البلد نفسها بما يتوافق مع النيتشر كونستراكشن اندستري نيتشر او طبيعه مجال الانشاءات في كل بلد. طيب حضرتك قلت ان الدوله هتعمل كود، طيب هل حضرتك مع ان الدوله تخلي البيم اجباري ولا لأ؟ وهل يبقى فتره ولا البيم مستحيل يتنفذ الا اذا كان اجباريا قولا انا واحدا. هي تقريبا امريكا مش عاملاها اجباري لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي امريكا بس بعض الولايات عاملاها اجباري، يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت امريكا لحد النهارده مش عاملاها اجباري، ولكن بعض الولايات عاملاها اجباري. تمام. انما البيم لن ينجح ولم لم ينجح ولن ينجح الا اذا كان في فورسينج، الا اذا كان في اجبار من الدوله انك تستخدم البيم تمام على مستوى كل الدوله. ان تمام زي انجلترا مثلا، حضرتك عارف الديكري اللي طلع من 2011 2016 لازم توصل لليفل 2، عانوا شويه في فتره 2016 ما وصلوش لليفل 2، ولكن تقريبا دلوقتي وصلوا لليفل 2 وهكذا. تمام طيب اعتقد دبي بس هي اللي اجباري في الوطن العربي كله. هو دبي اجباري لو حضرتك قريت السيركولر بتاع دبي مونسيباليتي رقم 196 ورقم 207، هم تبعوا طريقه ذكيه اعتقد نفس اللي تبعته سنغافوره، في لان كل دوله عامله طريقه معينه للاجبار على البيم. يعني هم ما طلبوش زي انجلترا ما طلبت بيم ليفل 2 في خلال سنه كذا، لا هم عملوا سيجريجيشن. مثلا كانوا بيقولوا لو انا اذكر في السيركل رقم 196 40 طابق فيما فوق و30 الف 40 الف متر مكعب، سوري 40 الف 40,000 سكوير فيت، والمؤسسه اي مشروع من خلال مكتب اجنبي، اي مشروع حكومي وهكذا، دول لازم يتبعوا البيم. وجوهم في السيركل الرقم ده كان بتاريخ 11 نوفمبر 2013. في 2015 شهر مايو اعتقد 17 مايو 2015 صرف الرقم 207 جم قللوا، بدل ما كان 40,000 متر مربع عملوه 20,000 متر مربع، بدل ما كان 40 طابق عملوه 20 طابق، ويزودوا عليه 1 دايمنشن كمان، بدل ما كان 4 شروط بقى 5 شروط. انا مش متذكرهم، بتحب انا ممكن افتح لحضرتك دلوقتي ونشوفهم مع بعض لان عندي على الكمبيوتر بسهوله في تمام وصلوا لده. فبداوا ان هم يجبروا المؤسسات يعني مستخدمين القوه الناعمه. تمام. ولكن مش حاطين تايم فريم. تمام. هم مش حاطين تايم فريم. انما كتايم فريم مثلا زي انجلترا لا مش موجود عندنا في دبي. لذلك بعض الشركات لسه مش مطبقه لحد دلوقتي البيم. تمام. ليه؟ لانها مش داخله تحت طائله السيركولار ده، ومش داخله تحت طائله المتطلبات دي. ممكن تكون شغاله مثلا في فيلل او حاجه زي كده، فمش مهتميه بانها تحقق الشروط ديت. وحتى لو اقل من 20 طابق، يعني 19 طابق ما يشتغلوش بيم. تمام. طيب ده يقودنا لسؤال اخر، وهو ازاي اعرف ان الموديل اللي قدامي ده بيم ولا مش بيم؟ ازاي اعرف الموديل اللي قدامي بيم ولا مش بيم؟ مش هتقدر تعرف، لان حضرتك عامله ريفت مثلا. الا اذا طلبت منه، حتى لو عملت الموديل وعملت له كلاش ديتكشن وعملت له يعني المتطلبات المتعارف عليها في البيم، ممكن يجيبها لك. تمام. في ناس دلوقتي بيعملوا اوت سورسنج، يعني مثلا حضرتك ككلاينت زي ديوا او زي البلديه او زي الار تي، بيطلبوا من الشركه اللي عندهم ان هم يشتغلوا بيم. الشركه اللي موجوده ما عندهاش غير مثلا فرد واحد عندها كمبيوتر واحد اللي شغالين عليه، ده ما اسموش بيم. فبيعملوا ايه؟ بيجيبوا سب كونتراكتور او سب كونسلتنت اللي هو بيعمل البيم، بيعمل ديفلوبمنت للبيم، فبيعمل كل حاجه على البيم موديل وهكذا،
وبيقول له تعالى معانا يحضر الميتنجز وكذا 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 على انك موظف عندنا وياخد لنا الابروفل. طيب هل ده بيم؟ لا ما هوش بيم، لان المؤسسه داخليا ما حصلهاش. ده انا حضرتك عارف انت عشان تنفذ البيم لازم يكون عندك 3 بيلرز او 3 كومبوننتس، البيبل البروسيس والتكنولوجي. تمام. لما يكون عندك البيبل والبروسيس والتكنولوجي، هل البروسيس بتاعتك بتتبع الستاندرد بتاعت البيم ولا لا؟ لا، لما يكون عندي بس مجرد موديل فانا ما بتبعش الستاندرد بتاعت البيم، انا مجرد ان انا بعمل هوليود بيم. وفي الاخر لما البيم بيتطبق بصيغه كامله دول بيتكشفوا تماما، وزي ما حضرتك عارف في بدايه البيم لما اتطبق في انجلترا وبعض دول اوروبا في شركات الميديوم سايز والسمول سايز قفلت، اعلنت افلاسها لانهم عملوا كده بالظبط، عملوا كده تحديدا وما قدروش انهم يتحولوا. انا اذكر ان انا لما كنت بدي للستيك هولدرز بتوعنا اويرنس عن البيم قلت لهم ما تتخيلوش ان، قلت لهم انتوا عندكم فتره سنتين، قلت لهم ما تتخيلوش ان فتره السنتين دي فتره قليله، بالعكس ده انتوا المفروض حد منكم يطلع ويقول لا السنتين قليلين، انا ما اقدرش اتحول الى البيم خلال سنتين. قلت لهم احنا كده مش بنديكم فلكسبيليتي، بالعكس ده انتوا المفروض ان انتوا تقولوا لنا لا سنتين ما هماش قليلين، سنتين مش وقت كافي. فزي ما بقول لحضرتك انا اقدر، حضرتك تقدر تعمل بيم موديل 3 ساعات بس هل هو بيم؟ لا، ما دكتور انا مش متواصل مع الشركه نفسها، يعني هو ممكن يكون بيعمل حصر مع نفسه وشغال كاد وكل واحد شغال لوحده، فمش مفيش استفاده منه بالظبط، لان انت عندك زي ما قلنا، زي ما قلت زي ما حضرتك عارف 3 بيلرز، بيبل بروسيس وتكنولوجي. انت البيبل، هل الناس نفسها عندها عقليه البيم وهل متقبله البيم وعندها قادرين ان هم يشتغلوا بيم ويتبعوا الستاندرز والكود؟ البروسيس، هل غيرت البروسيس بما يتوافق مع البيم ولا لا؟ واحده من ضمن الحاجات والتكنولوجي طبعا، ده معناه ان هو بس تتبع التكنولوجي السوفت وير، والبيم عمره ما كان سوفت وير. هل انا كنت عايز اقول حاجه بس لما اتكلمت احنا قلنا الاشخاص والعمليات البيبل والبروسيس والتكنولوجي التكنولوجي. انا كنت اقول حاجه بس نسيتها، كسرت الكلام ينسي بعضها وبعض. طيب لو احنا اتنقلنا نقطه اخرى اللي هي اني اللي بيستفاد اكتر من البيم او مهتم او بالبيم، المولات ولا الاستشارات؟ والله انا شايف ان اكتر واحد بيستفاد من البيم هو الكلاينت. الكلاينت هو اكتر واحد بيستفاد من البيم، يعني اللي بيبقى عنده المشروع، اللي بيطلب ان المشروع يتعمل وبعدين بياخده. يعني حضرتك انا عامل برضو كومباريزون في رساله الماجستير بتاعتي، ال 36 فايده بتوع البيم استفاد بيهم الكلاينت تقريبا. لو انا فاكر مظبوط كان حوالي 32 استفاد بيهم الكونتراكتور، يمكن 30 استفاد بيهم الكونسلتنت. فالكلاينت هو اكتر واحد بيستفاد من البيم طبعا، قلبا وقالبا وقولا واحدا. طب مين اكثر اهتمام، المعماري ولا الانشائي ولا الكهروميكانيكال؟ المعماري طبعا، المعماري هم اكتر ناس، المعماري هم اكتر ناس دلوقتي اللي انا شايفهم مهتمين جدا بالبيم، لان البيم حل لهم مشاكل ما كانوش يتخيلوا انها ممكن تتحل. مجال الكونستراكشن في السايت، عشان خاطر نتكلم عن الانشائي بحكم ان انا اشتغلت في السايت اكتر من 16 17 سنه، المجال مقفول، مجال ما عندوش استعداد ان هو يتقبل الجديد. انت بتعمل ده فانت في الكمفورت زون، يعني انت في المنطقه المريحه حتى لو ما بتاخدش النتائج اللي انت عايزها، فانت ما عندكش استعداد. التغير عمليه صعبه جدا في مجال الكونستراكشن، ككونستراكشن كامبلمنتيشن كسايت مش كديزاين. الديزاين فليكسبل شويه، الديزاين دايما فليكسبل بحكم ان هم ليهم علاقه بالسوفت وير، انما التانيين انت عارف احنا في السايت لينا علاقه بالخرسانه والحديد والخشب والاسمنت والرمل وهكذا، فالدماغ شويه مقفوله. طبعا دي ما هيش اهانه، لا ده يعني النيتشر، طبيعه الشغل وطبيعه العمل. تمام. طيب هل البيم يقدر يعمل لي تواصل بين الناس اللي شغاله في المكتب والناس اللي شغاله في الموقع؟ اكيد طبعا يقدر يعمل كده. يقدر يعمل كده بدليل ان في بعض يعني مثلا زي شركه اوتوديسك عملوا بيم 360 بالظبط، بيم 360 عملوا بيم 360 جلو و 360 فيلد و 360 دوكيومنتيشنز وهكذا وسيرفي. فالبيم مثلا 360 خلينا نقول فيلد، ده قدر ان هو يعمل تواصل ما بين الفيلد وما بين المكتب، الدوكيومنتيشن ما بين برضو السايت وما بين المكتب وما بين المكتب وما بين الديفرنت ديزاينرز وهكذا، بالرغم ان هو مش هو ده الوحيد. يعني في بعض الشركات، يعني شركه سكانسكا، شركه سكانسكا واحده من اكبر الشركات على مستوى العالم في مجال الكونستراكشن اندستري، برضو قدروا ان هم يتوصلوا للسوفت وير بتاعهم هم، يعني بيلت ان سوفت وير عندهم افادهم هم، وعملوا
يعني انا شايف ان هم عملوا احسن من اللي عملته اوتوديسك في بعض الجوانب، انه يقدر يعمل التواصل. اه طبعا يقدر يعمل التواصل. تمام. طيب الوثائق او الدوكيومنتيشن، هل هو بيديني امكانيه في ان البيم بيديني امكانيه ان انا اقدر اتحكم بيها اكتر من الطرق التقليديه، سواء ورق او وورد او اكسل او الحاجات ديت؟ اكيد طبعا البيم بيقدر. ميزه البيم حضرتك دلوقتي في دوله معينه والمشروع بتاعك في دوله اخرى، مثلا انا عملت مشروع بتاعي في دبي وسافرت انجلترا لسبب من الاسباب، اقدر ادخل على الـ على الـ على الدوكيومنتس بتاعتي واقدر اعمل ريفيو واقدر اشوف كل الديتيلز بتاعتي من غير ما يكون محملها، لانها دايما دلوقتي التوجه زي ما حضرتك عارف على السيرفر، على الكلاود سيرفر. فبما انها على الكلاود سيرفر فاقدر ان انا ادخل عليها في اي مكان في العالم، ومن غير ما كل اللي انا محتاجه يا اما سمارت فون يا اما لابتوب صغير كده بامكانيات اللي هو يستحمل البيم سوفت وير، فاقدر اخش الدوكيومنتيشن، اقدر اوصل للدوكيومنتيشن اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عايزه، اقدر اعمل عليها كومنت، اقدر اشوفها، اقدر اراجعها، اقدر وهكذا، اقدر اعمل اللي انا عايزه على الدوكيومنتس، اقدر اعمل ريتريفنج، اقدر اوصل لدوكيومنتس بقالها مثلا 10 سنين 20 سنه بكل سهوله، اسهل بكتير بكتير جدا 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 من الفايلنج سيستمز اللي موجود الحالي اللي بيستخدم اذا كان وورد ولا بيستخدم اكسل ولا بعض الفايلز دي، حتى اللي بيستخدم اكونكس. يعني اكونكس احنا لما اشتغلنا بيه، اول ما اشتغلت انا بيه شخصيا اشتغلت بيه في 2007، طبعا هو ظاهر من قبل كده، كان طفره وكان ظاهره في عمليه الدوكيومنتيشنز. البيم طبعا افضل بكتير من الاكونكس، طبعا هم بعد ما عملوا انتجريشن ما بين البيم وبين الاكونكس، والبيم سوفت وير استغل بعض الخصائص اللي موجوده في الاكونكس، استغل بعض الخصائص اللي موجوده في السوفت وير الثانيه، قدر يسهل عمليه الدوكيومنتيشن بسهوله جدا جدا جدا. ممتاز جدا يا دكتور، يعني معلومات قيمه جدا، بس عندي سؤال اتمنى ما تزعلش مني. لا لا الله يكرمك. ايه العيوب اللي ممكن حضرتك شايفها في البيم؟ البيم كسيستم انا مش شايف له عيوب كتير، ولكن تطبيق البيم، طريقه تطبيق البيم نفسه، البيم ممكن ما يوصلش للفايده اللي انت عايزها. احنا عمالين بنشكر في البيم ونقول انه عصا سحريه وكذا، بالعكس البيم ممكن يقفل لك شركه، ممكن يخليك تعلن افلاسك كشركه اذا كان صغيره. دايما بقول للشركات المؤسسات الصغيره والمتوسطه انا دايما بشبه رحلتك في البيم، زي حتى دايما في اي محاضره بقولها، بقول ان البيم هو شخص اللي هينفذ البيم، شخص راكب طياره هليكوبتر ووقع في وسط البحر مستحيل يرجع تاني للطياره الهليكوبتر، فلازم يكمل مشواره في البيم، يا يغرق يا يوصل لبر الامان بالبيم بتاعه. ان شاء الله يوصل، ان شاء الله يوصل باذن الله. مستحيل. اه بالظبط، الناس اللي بيشتغلوا بيم او بداوا ياخدوا خطوات في البيم في الامبلمنتيشن او ان هم يتوجهوا توجه البيم ما يعرفش يرجع، للاسف ان هو ما بيعرفش يرجع. فلازم يمشي صح. بيم احنا قلنا هو كومبريهنسيف سيستم، منظومه كامله متكامله، فعشان المنظومه الكامله المتكامله دي تؤتي ثمارها لازم كل الستيك هولدرز اللي حواليك بالبيئه المحيطه بتاعتك بالبيئه الخارجيه بكل الناس اللي حواليك يشتغلوا بيم. فالريسك الحقيقي في البيم هو عدم تبني البيم بشكل كامل، اذا كان من المؤسسه ولا من الستيك هولدرز، الشركاء بتوع المؤسسه الداخليين والخارجيين، فهو ده الريسك الاساسي والريسك الرئيسي. الريسك الثاني اللي انا بشوفه ان الماركت ديماند، الماركت افيلابيلتي للريسورسز يعني المتاح في السوق اقل بكتير جدا من الماركت ديماند. المتطلبات بتاعت السوق، سوق العمل في البيم اكتر بكتير، فاي واحد يروح ياخد له كورس لمده 10 20 ساعه سوفت وير بقى جه قال لك انا بقيت شاطر في البيم وانا بيم مانجر او بيم سبيشالست، وقرا له كلمتين بقى بيم سبيشالست بيم مانجر. انا لا ادعي ان انا بفهم بيم، انا بقالي دلوقتي تقريبا يوميا ما لا يقل عن 3 4 ساعات يوميا بقرا في البيم، ولا ادعي ان انا افهم في البيم، وما زال عندي قصور شديد 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 جدا جدا في البيم، وكل يوم لما بقرا جديد بعرف ان انا اليوم اللي قبله كنت جاهل. احنا حضرتك المرجع بتاعنا في البيم، العفو، استعنا بيك كتير في القاموس. العفو العفو العفو. احنا انا فاكر في القاموس كان في كلمتين قعدنا فيهم كذا يوم، اللي هم البيج بيم وليتل بيم. اه ده من الكتاب. حضرتك قلت لنا، طب ايه الفرق بينهم؟ والله زي ما قلت لحضرتك، عمليه البيج بيم انت باصص للبيم كمنظومه كامله متكامله،
والديتيلز بتاعت الداتا. الليتل بيم انت بتاخد بتبص له من منظور ضيق، يعني ده تقريبا الفحوى بتاعت الكتاب. هو بيتكلم على البيج بيم كداتا كامله متكامله، انما الليتل بيم انت بتبص له من منظور ضيق، زي ما احنا بنقول على مثلا، يعني هو مش زي الكتاب ما بيقول، ولكن زي المثال اللي انا ممكن اسهل بيه الفكره، انك بتبص للبيم كمنظومه كامله متكامله، ولا بتبص للبيم بس كداتا، ولا بتبص للبيم بس كفايده معينه، فحاجه مشابهه كده. انا قريت الكتاب، فعلا كتاب رائع، ويعني بيحتوي على امثله كتيره لمشاريع اشتغلت في البيم، فكان بالظبط. كتاب ممتاز. طيب نصايح حضرتك ايه للناس اللي هي لسه متخرجه وبدات في البيم، حضرت كورس زي ما حضرتك اتفضلت، يعملوا ايه عشان يبقوا شغالين بيم صح؟ عشان يبقوا شغالين بيم صح في حاجتين عشان تكتسب المعرفه. طبعا زي ما حضرتك عارف في فرق ما بين المعرفه والخبره. المعرفه هي معرفه نظريه، الخبره هي خبره عمليه. السكيلز، الفرق ما بين النولج والسكيلز. النولج هي حاجه نظريه، ممكن اكون انا عارف حاجه نظريه بس ما اشتغلتهاش، انما السكيلز انا ممكن اكون عارف حاجه عمليه. دايما انا بشبهها للطلبه بطالب اتخرج من بكالوريوس هندسه بس عمره ما نزل سايت كسايت انجينير، والفورمان اللي عمره ما درس هندسه بس فاهم السايت. تمام. فازاي تعمل الانتجريشن ما بين الاثنين دول؟ ازاي توصل لمرحله النولج والسكيلز الاثنين مع بعض؟ بيبقى الموضوع بالقرايه، بالممارسه، بحضور مؤتمرات، بحضور ديسكشنز. يعني انا اعتقد ان انا 50% من مكتسباتي في البيم كانت بحضور مؤتمرات، كانت بحضور سيمينارز، كانت بحضور مناقشات مع او نقول مع اعلام الناس اللي شغالين في مجال البيم. يعني انك تقعد مع حد كبير مشغال في مجال البيم مثلا زي زي مين؟ حضرتك. زي مين؟ زي مين؟ انا قعدت مثلا، يعني مثلا الناس اللي قعدت معاهم كان بروفيسور لامين، اللي انا بروفيسور ميلفين، كولين بوث. في ناس، في اسماء كتير. في ناس قعدت معاهم، الدكتور مصطفى الشاوي. يعني انا مش لا يذكرني كل الاسماء دلوقتي. بروفيسور مصطفى الشاوي وحد من الناس التقال جدا في مجال البيم، مش فاكر كان بيدرس اعتقد في مانشستر يونيفرسيتي، والله مش فاكر مانشستر يونيفرسيتي ولا فين، هو عندي على السكايب. ففي ناس انت عارف حضرتك، وبرضه في ناس بيجوا من بره احنا بنتعرف بيهم لاول مره، بس خبراتهم بتبقى مذهله. يعني انا اذكر ان انا قعدت مع احد الاشخاص عمره يمكن فوق 70 75 سنه، عنده بزنس في امريكا وبينقله في دبي، بين البزنس بتاعه هنا في دبي. لما قعدت معاه بدا يتكلم في الليفل اوف ديتيلز، ال او دي. كل الناس بتروح لل او دي مثلا في الفاسيليتي مانجمنت، بتروح ال او دي مثلا 500. تمام. لما تسال اي حد يقول لك باي ديفولت 500. مثلا الكونسبت ديزاين هيقول لك ايه 100 از فيري انف، 200 از مور ذان انف. انما لما تيجي تروح على ال او دي للفاسيلتي مانجمنت، كل الناس هيجمعوا ان هو 500. فهو عمل ديبيت، يعني هو عمل مناقشه، ليه انا محتاجه 500؟ هل انا فعلا محتاجه 500؟ انا بيكفيني 300 جدا، طالما عندي الليفل اوف انفورميشن بيكفي. انا هل انا محتاج ان انا اعرف ان دي مثلا هنقول اي ماشين معين، اي ماشين من الماشينز المعقده، هل انا محتاج ان انا ارسم لاخر مسمار واخر صاموله موجوده فيها؟ هتاخد مني وقت وهتاخد مني مجهود وهتاخد مني فلوس. انما لو انا عملت بوكس صغير كده، تمام، اديت الانديكيشن بتاع الماشين دي بليفل ال او دي 300، وحطيت الليفل اوف انفورميشن، كل الديتيلز عنها كانفورميشن وستاندرز وكذا واوبريشن كيرفز وكذا بماكسيمم ليفل، هو ده اللي انا محتاجه. انا مش محتاج كل الماشين. انا واحد من الناس كنت معارضه في نهايه السيشن، لا انا واحد من الناس اللي مأيدينه وبنادي بالفكره بتاعته كمان. كلام جميل، صح. يعني انا اشوف ايه اللي انا محتاجه، بحيث ان انا ما اضيعش مجهودي في حاجه مش هستفاد منها في الواقع العملي. بالظبط. فانا نرجع للسؤال اللي حضرتك سالته، الجماعه اللي خارجين لسه للحياه الجديده العمليه وعايزين يتعلموا بيم، فيتعلموا بيم من القراءه، يتعلموا بيم من الممارسه، يتعلموا بيم بحضور مناقشات مع الاعلام البيم زي حضرتك مثلا، زي بعض زي الاساتذه الكبار اللي في مجال البيم. طب نصايح حضرتك ايه للناس اللي شغاله في البيم، ويعني عايز تعرف الخطوه الجايه ايه؟ يعني هو اشتغل مثلا في 3 دي وال4 دي وال5 دي،
عايز اعرف ايه الخطوه اللي بعد كده، ايه اللي ممكن البيم، ايه اللي هيحصل له خلال 5 سنين قدام. يعني توقعات في البيم في الفترة اللي جاية. ايوه دايما انا لو وريت اي حراك اي سلايد انا بعملها في اي برزنتيشن، اول سلايد بكتب بيلد انفورميشن مودلنج ما بين قوسين بيم، تاني سلايد بكتب بيم از مانديتنج لاف ات اور هيت ات. تمام يعني البيم قادم لا محاله، ما تقدرش تقاوم، حبيته كرهته البيم قادم. تمام البيم للاسف الشديد احنا ما بناخدش الانيشيتيف بتاع التكنولوجي، احنا مستوردين للتكنولوجي. التكنولوجي لما بتجي لنا بنشتغل عليها، يا بنشتغل عليها كويس يا بنشتغل عليها وحش، ويا اما بنهملها خالص. فبنهملها خالص ما نقدرش نعملها مع البيم، لان البيم فيه فورسز، فيه درايفنج فورسز. البيم بيجي لنا درايفنج فورسز يا اما داخليا يا اما خارجيا، من البيئه المحيطه بيك يا اما من بره، بيجي لك في بعض الاحيان من الفيندورز نفسهم، من السبلايرز نفسهم. انا دايما بشبهها، بقول في محاضره من المحاضرات، في اي محاضره او اي برزنتيشن، بقول كم واحد معاه سمارت فون؟ فكل الناس بترفع ايديها. كم واحد ما معهوش سمارت فون؟ ولا واحد بيرفع ايديه. تروح هل ليك اختيار انك تسيب السمارت فون النهارده وترجع للموبايل اللي كان من 7 سنين 8 سنين؟ فكل الناس أكيد بتقنع لا، انه مستحيل. مستحيل. مستحيل مستحيل يوصلوا ده ويعملوا ده. فانت فرض عليك التكنولوجيا، هل فينا واحد قدر يقاوم التكنولوجيا ولا انا مش هستخدم السمارت فون بتاعي؟ مستحيل، ما تقدرش. التكنولوجيا العصر بتاعنا فرض علينا التكنولوجيا، فرض علينا من مين؟ فرض علينا من المصنعين، اذا كان شركه ابل بالموبايل بتاعها، واذا كان شركه سامسونج بالسامسونج بتاعها، اذا كانت هواوي، اذا كانت بعض الشركات، فهي فرضت علينا التكنولوجيا. نفس الحكايه البيم، البيم يفرض فرضا، اذا كان من الفيندورز الخارجيين، اذا كان من البيئه المحيطه بتاعتك، او اذا كان من احتياجاتك انت نفسك كمؤسسه. انا محتاج ان انا اتقدم، محتاج ان انا اتطور، محتاج ان انا احقق. طب البيم فين خلال ال5 سنين اللي جايين؟ البيم انا دايما اقول مع كل طلعه شمس في جديد في البيم، يمكن احنا مش عارفين عنها، يمكن احنا مش عارفين عنها، ولكن حركه البيم السريعه جدا 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 تقول لك ان في كل يوم جديد في البيم. زي بالظبط انت قطعت مسافه 100 كيلو في 5 دقائق، ده معناه انك كنت ماشي على سرعه 150 مثلا. انا مش حسابي يعني، ما حسبتهاش، بس تقريبا. هل الواحد يجي يقول انت كنت ماشي على سرعه 60؟ مستحيل. نفس الحكايه في البيم، التطور الرهيب في البيم وفي مجال البيم، لان بيطور حاجات حواليه كتير. يعني ما كناش نسمع عن الفيرتشوال رياليتي، الاوجمانتد رياليتي، 3 دي برينتنج، حاجات كتير قوي. فحتى دي كلها تعتبر، انا بشوف انها كلها تعتبر مخرجات من مخرجات البيم. البيم فين بعد 5 سنين؟ محدش يعرف، محدش يقدر يتوقع البيم فين بعد 5 سنين، ولكن في تطور مذهل. تمام. طب لو رجعنا بقى للتاريخ، تاريخيا البيم بدأ امتى؟ البيم حسب ما انا شفت وحسب بعض الكتابات مشهور ما موجوده، قالوا في السبعينات تحديدا. فين في السبعينات؟ في 72 75، هو في الرينج من سنه 72 لسنه 75. اول بيم موديل انشئ اعتقد سنه 83. اول بيم موديل اتعمل تقريبا كان سنه 83، او موديل 3 دي موديل، مش هنقول ان هو بيم موديل، لان بيم موديل ده اكبر بكتير من اللي كان معمول، ولكن هو تقدر تقول حضرتك ان هو النواه الاساسيه بتاعته. ولكن كفكره كانت شركة جرافي سوفت، بعتقد جرافي سوفت، صحيح جرافي سوفت. بس خد فترة طويلة على ما بدأ ينتشر. البيم للأسف أخذ فترة طويلة جدا على عالم ما انتشر، ولكن لما انتشر انتشر انتشار النار في الهشيم، انتشر بشكل مذهل وبسرعة شديدة. يعني حضرتك لو تشوف البيم بدايته الحقيقية بشكله الحالي بدأ سنة 2002. بدايته الحقيقية بشكله الحالي اللي احنا متعارفينه سنه 2002. طب هل في بدايات وفي محاولات قبل 2002؟ اه طبعا في محاولات في التسعينات، في محاولات في التسعينات، ولكن كانت محاولات ايه؟ يعني صغيره وغير ملموسه. انما الانتشار الحقيقي للبيم نقدر نقول بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي سنه 2002. سنه 2008 حصلت الطفره بتاعت البيم، سنه 2010 نقدر نقول الماتيوريتي ليفل بتاعت البيم او عمليه نضج البيم على مستوى الكره الارضيه كلها. سنة 2010 بالتحديد، سنة 2008. حتى أنا أذكر إن أنا عشان خاطر أشوف دون عملت بالتاريخ، عملت دخلت على اللايبراري أشوف الأرتكلز اللي كانت سنة 2008 وسنة 2007. في أرتكلز طبعا 2007 وما قبل 2007 في البيم، ولكن مثلا لو حضرتك عندك 10 أرتكلز في 2007، كان عندك 200 أرتكلز في 2008.
نط نطه جامده، قفز قفزه كبيره جدا من 2007 ل 2008. الناس كلها بدات تتوجه للبيم، الناس كلها بدات تعرف ايه هو البيم، بدات تاخد بالها ايه هو البيم. 2010 دي الماتيوريتي ليفل كل الناس تقريبا، ما فيش حد تقريبا، ما فيش حد ما يعرفش ايه هو البيم في 2010. حضرتك متوقع يبقى خلال قد ايه يبقى اجباري في الدول العربية؟ أصعب سؤال لحد دلوقتي حضرتك سألته لي. في بارامترز كتير بتحكم ده، للأسف مش ما حدش يقدر يقول إمتى في الوطن العربي البيم إجباري، لأن لحد دلوقتي إحنا بنشوف بعض الحكومات أو معظم الحكومات مش أو معظم الدول ما هياش مش مهتمية. متبنية البيم، مش متبنية البيم. البيم بتتبناه مؤسسات. تمام. يعني مثلا عندنا في مصر بعض المؤسسات زي اوراسكوم موجوده، دار الهندسه في مصر شغال عليها، المقاولين العرب شغال عليها، بعض الشركات الكبيره بتتبنى البيم هي بنفسها، هي نشئت الداخلي لانها عايزه تطور نفسها. انما على مستوى الدوله المصريه لا، مفيش اجبار للبيم مثلا، وما شفناش غير هي الدوله الوحيده او الحكومه الوحيده اللي فرضت البيم هي دبي. تمام. هو يعني لغايه دلوقتي الدفع البيم من اسفل لاعلى، لسه ما فيش من اعلى لاسفل، ما فيش اتجاه من الحكومه للاجبار وحاجه زي كده. طيب حضرتك مثلا البيم مع السستينابيلتي، انا الدول الخليج مهتمه بالجرين بيلدينج والسستينابيلتي والحاجات ديت، البيم ازاي ممكن يفيدني في حاجه زي كده؟ طبعا البيم فايده كبيره وعظيمه جدا جدا جدا. انا دايما لما بقى يعني مثلا في احد المحاضرات او في محاضرات متكرره بيبقى طالب قاعد او واحد من الموجودين قاعدين، فبقول له بقول له البيلدنج اللي انت عملته او المعمول ده هل ده افضل حاجه ليه؟ فبيقول لي اه. قلت له بقول له طيب الكرسي اللي انت قاعد عليه ده افضل حاجه انت مرتاح فيه؟ فبيقول لي اه. قلت له طب لو سمحت تعالى جرب الكرسي اللي قدام ده. فدايما الكرسي اللي قدام انت بتبقى عارف ان هو بتاع الفي اي بي. فاقول له ايه رايك؟ ايه رايك في الكرسي ده؟ فبيقول لي لا ده مريح اكتر. قلت له دايما اقول لهم انت ما تعرفش الجديد، ما تعرفش الحاجه غير لما تجربها. انت بتقول ان ده احسن حاجه، انا مثلا عندي البيلدنج، هل الاورينتيشن بتاع البيلدنج ده هو افضل اورينتيشن عندي بحيث ان هو يحقق لي السستينابيلتي، بمعنى اقل استهلاك للطاقه، اقل استهلاك للاضاءه، هل توزيع الاي سي الاتش في اي سي اللي موجود عندي في البيلدنج ده وتوزيع الاضاءه وتوزيع الحراره وكذا داخل المبنى هو ده افضل توزيع؟ محدش يقدر يعرف يعمل الكلام ده. انا كان ليا بحث كنت شغال عليه بس وقفته، كنت بقارن ما بين الكونفنشنال ميثودولوجي في السستينابيلتي اللي هي الطرق القديمه في السستينابيلتي والطرق الحديثه باستخدام البيم. هقارن بس بجانب واحد ليس الا، في الطرق القديمه كان المعماري بيخلص الشغل بتاعه وبعدين المنشاه بيخلص الشغل بتاعه والام بي بيخلص الشغل بتاعه وبعدين بعد ما يخلصوا الدروين كامله بيدوها للسستينابيلتي سبيشالست بيعمل اناليسيس للسستينابيلتي، الحراره والاضاءه وهكذا والماتيريال ايه افضل ماتيريال نستخدمها. فيجي بتاع السستينابيلتي يقول لا 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 الشغل ده عايز يتغير، عايز يتغير بنسبه كام؟ فالكلاينت سوري، فيقول الكلاينت انا عايز اغيره مثلا بنسبه 70%. لا 70% احنا ما عندناش وقت، ما عندناش فلوس، ما عندناش ما عندناش ما عندناش. فكان بيعمل ايه؟ كان بيبقى بيطلب من السستينابيلتي اناليست ان هو يعمل بولتون، يعمل حلول مؤقته. يعني انا هنا في الجزئيه دي انا هحاول احل دي على قد ما اقدر، هحاول في دي اقدر احل على قد ما اقدر. وكان ده طبعا بيتطلب، جينا بقى لعمليه البريم والجري والليد وهكذا، فبدا الديزاينر ياخد باله من السستينابيلتي، ولكن في الاخر ما بيوصلش، ما بيقدرش يوصل للجولد سستينابيلتي، ما بيقدرش يوصل للهايست ليفل سستينابيلتي، لان حتى السوفت وير السوفت وير الافيلبل بتاع السستينابيلتي في الكونفشنال ميثودولوجي ضعيفه، ما هياش قويه. لما تيجي على البيم انت شغال معماري، شغال الانشائي، شغال الام بي، وفي نفس الوقت شغال معاك السستينابيلتي، فالسستينابيلتي عمال بيقول لك لا خلي بالك دي ما هياش كويسه، انت المفروض تعمل كذا وتعمل كذا. فبمجرد ما بيقول لك على طول انت بتغيرها، ففي نفس اليوم نفس الساعه نفس الدقيقه انت بتغير، تاخد بالك ان انا عندي مشكله معينه فبغيرها وانا بعمل الديزاين، مش بعد انتهاء الديزاين. فلما بتوصل لمرحله انتهاء الديزاين ممكن ياخد وقت اطول طبعا، بس لما بتوصل مع انتهاء الديزاين بتوصل لسستينابل بيلدينج. خلينا نقول ناس كتير قوي بتحط همها في الديزاين والكونستراكشن، في حين ان الديزاين والكونستراكشن بيمثل مثلا لو بيمثل 10 يونتس
قالوا ان 300 تو 500 يونتس موجوده في الفاسيلتي مانجمنت في فتره الاوبريشن والمينتنس بتاعت اي بيلدنج معين. اي بيلدنج معين انت بتصرف على البيلدنج بتاعك مثلا 10 يونتس في الديزاين والكونستراكشن، انت بتصرف عليه من 300 ل 500 مره اللي صرفته عليه في فتره الديزاين والكونستراكشن. فالناس لازم تحط بالها وتاخد بالها مع عمليه الاوبريشن والمينتنس، تشوف حضرتك بتدفع او المؤسسه بتاعتك اللي شغال فيها المبنى اللي هم اللي بنوه بنوه بكام، عمره الافتراضي كام سنه مثلا، لو قلنا 50 سنه عمره الافتراضي في فتره ال 50 سنه الاوبريشن والمينتنس اللي اتعمل له والكهرباء اللي بتدفع له والاضاءه والمعدات اللي عماله بتتغير كل سنه ولا كل سنتين ولا وات ايفر بتتغير امتى لفتره المصاريف دي كلها. فطبعا البيم افضل كتير جدا 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 بيخدم في السستينابيلتي. يعني البوم او البيم في الفاسيلتي مانجمنت ده حاجه مهمه جدا 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 جدا، اكتر من فتره الديزاين او فتره البيلدينج. الفاسيلتي مانجمنت هيرجع فلوس كتير للمالك بالظبط صحيح، سواء في بس سواء في الصيانه او في ال او في التشغيل او في توفير التكلفه، او يعني هيوفر له كتير جدا بعد كده. عامل بالظبط، انا بحب ادي دايما مثال، لو حضرتك اشتريت سخان كهرباء فاتوره الكهرباء بتاعتك بتزيد مثلا شهريا عليك $50 مظبوط؟ تمام. طيب وفي حين ان ثمن السخان نفسه هنقول $20 $50 كمان، يعني ثمن شهر واحد من الكهرباء. طيب تعالى نشتري سخان شمسي، هروح اشتري سخان شمسي هشتريه ب $2000 مقارنه بال $50 اللي انا اشتريت بيهم، لا ده غالي جدا. طيب تعالى بقى في فتره فتره مرحله الاستهلاك بتاعك في فتره مثلا 50 سنه ولا كذا، شوف الصيانه اللي انت هتعمل لها، الفلوس اللي انت هتدفعها اسف للكهرباء بتاعه السخان تكاد لا تصح. تعالى السخان الكهرباء انت عمال بتدفع كتير، تعالى خد مثلا كات اوف ديت بعد 20 سنه وشوف السخان الكهرباء هيكلفك قد ايه. هيكلفك مثلا هنقول $10,000، سخان الشمس كلفك $1,000 او اقل من $1,000 كمان، في حين انت لما جيت تشتري السخان الكهرباء ما كلفكش حاجه، لما جيت تشتري سخان الشمس كلفك كتير جدا. تمام، هي دي الفكره بالظبط. طيب عشان الراجل بتاع السستينابيلتي يتعاون مع المعماري والانشائي والكهروميكانيكال في ان هم يعملوا موديل كويس، ده ينفع في ليفل 2 ولا ليفل 3؟ يعني هل لازم يكون اتجهت ليفل 3؟ وهل في وهل في حد بيوصل لليفل 3 في البيم ولا لسه؟ والله ما سمعتش، اجاوب من الاخر، لما سمعتش عن حد وصل ليفل 3 في البيم يبقى على مستوى بيجيلي استفهامات كتيره ان الناس عمل شغاله في مشروع ليفل 3. لا ليفل 3 صعب قوي، انا عايز مضربين استفيد اعتقد كده. ليفل 3 يعني شركات قليله جدا اللي هم وصلوا يعني ممكن تلاقي الكلام ده في فنلندا، ممكن تلاقي الكلام ده في بعض، يعني اعتقد ان صعب حتى في انجلترا انك تلاقي الكلام ده، يعني اعتقد فنلندا واحده من النرويج وبعض بعض الدول اللي هم سبقوا في البيم جدا. لا دول الكومن ويلث مهتمين قوي بالبيم، يعني اول كود اتعمل كان هناك، واول بالظبط اول كود في الانفراستراكشر برضه كان عندهم بالظبط. فممكن تلاقي في بعض الشركات في بعض الشركات الفنلنديه او بعض الشركات النرويجيه وصلوا الليفل 3 بحكم ان هم سبقونا، فهم سابقين. انا نسيت حضرتك قلت ايه في السؤال؟ هي الفكره كلها هل ينفع السستينابيلتي والمعماري والانشائي يبقوا شغالين في ليفل 2 ولا لازم يكون وصل ليفل 3؟ لا ممكن يقدر يشتغل طبعا في ليفل 2 يقدر، بس ايه في نهايه ليفل 2 مش هنقول، لان زي ما حضرتك عارف ليفل 2 مقسوم نصين، نص الكاد ونص البيم. فمش مش هطلب منه في مرحله الكاد، مرحله الترانزيشن، في مرحله التحول للبيم، مش هطلب منه ان هو ايه يعمل لي بيم سستينابيلتي، لا يبقى انا طلبي مش معقول. انما لما يكون وصل في نهايه او قرب نهايه الليفل 2 في الحاله دي اقدر اطلب منه طبعا، وبالعكس ده من المحبذ يعني علشان خاطر يبقوا ايه يبقى عندهم التراكتس ان هم لما يوصلوا الليفل 3. ليفل 3 دي الهايست ماتيوريتي ليفلز، يعني ما حدش وصل لاعلى منها، ما فيش اعلى من ليفل 3. فانك يعني انا حتى ما اعرفش انا شخصيا مؤسسات او شركات وصلوا الليفل 3 الا من خلال القراءات بس، انما انا اعرفهم واعرف حد داخلها لا ما شفتش دي. تمام. طب يعني بعدين حضرتك الجامعه حضرتك بتدرس فيها، عايز حضرتك تكلمنا عنها وازاي الواحد يلتحق بيها وايه الشروط بتاعتها؟
احنا كده بنعمل كوميرشال للجامعه، ايه نعمل هم ايه اتبسطوا نعمل قوي عشان مني، كده نعمل عشان خاطرك هم اتبسطوا مني. الجامعه اللي بدرس فيها بي اتش دي ولا الجامعه اللي بدرس فيها؟ اللي حضرتك بتدرس فيها. الجامعه. طيب انا بدي بقضي بعض اجزاء كورس البيم في الجامعه البريطانيه. طبعا الجامعه البريطانيه واحده من احسن الجامعات اللي في رايي المتواضع الموجوده في دوله الامارات بصفه عامه وفي دبي بصفه خاصه. الجامعه قويه جدا جدا جدا، القوه بتاعتها مستمده من الدكاتره اللي موجودين فيها، من الستاف اللي موجود فيها، من السيلبس اللي موجود فيها، الفلكسبيليتي اللي موجوده فيها برضو عاليه جدا. الجامعه اي حد يقدر يلتحق بيها لو هو مهتم بكورس البيم يقدر. في عندنا في ماستر جديد اتعمل السنه دي، هم للاسف ما بيدرسوش اندر جراد، كله ماستر وبي اتش دي. في بروجرام اتعمل جديد السنه دي اسمه انتليجنت بيلدينج. تمام. لو عايز اجيب لك الاسم بالظبط، هو مش ده الاسم تحديدا بس هو انتليجنت بيلدينج. الانتليجنت بيلدينج جزء منه كبير في بيم، يعني تمام. جزء كبير وضخم منه البيم. الكونستراكشن مانجمنت برضه في جزء منه بيم. فاي طالب، اي واحد خريج سيفل او خريج اركتكت يقدر يلتحق بسهوله في المجال. ما شاء الله، حضرتك بتدرس انهي جزء بقى فيه؟ انا بدرس البيم كله. ما شاء الله، يعني ان شاء الله نقابل حضرتك هناك باذن الله. اتشرفنا يا سلام، الله اتشرفنا. يكرم، الله بس يكرم ما اساسا. فيش حد، انا عايز اقول بدرس كله دي، ما فيش حد يدعي ان هو فاهم كل البيم. يعني انا دايما اقول انا ما اعرفش كل البيم، البيم عامل زي المحيط الكبير قوي. ودايما زي ما بدي مثال للزملاء او للطلبه، سيفل انجينيرنج ما فيش مهندس اشتغل كل المجالات بتاعت سيفل انجينيرنج. في تمام. السيفل انجينيرنج طرق، وفي مطارات، وفي انفراستراكشر، وفي بتاع مواني، في حاجات كتيره جدا. حد في كباري، محدش يدعي ان هو اشتغل دول كله، مستحيل. انا ببقى عارف ان في سيفل انجينيرنج، عارف القواعد والاساسيات بتاعته، ولكن ببقى ايه رايح لحته معينه او ناحيه معينه. زي اساتذتنا الكبار مثلا، بروفيسور نشوان داود هو عارف البيم ولكن اتجاهه فردي. بروفيسور لانين برضه نفس الحكايه، هو رئيس قسم البيم في جامعه يونيفرستي اوف ويست اوف انجلاند، بس هو دايما اتجاهاته سستينابيلتي، اتجاهاته 4D، وهكذا. كل واحد بيبقى ايه شايف نفسه في حته معينه فبيركز فيها. ما شاء الله، انا شاكر لحضرتك جدا جدا على اللقاء اللي انا استفدت منه كتير قوي جدا يا الله دكتور، يكرمك والله، الله والف يكرمك. شكر يا دكتور، جزاكم الله خيرا. ويعني اتمنى ان الكلام بتاع حضرتك يفيد الناس كتير واستفاد جدا، واكيد ان شاء الله هنشره في مجله بيم ارابيا بعد اذن حضرتك. الله يكرمك، والف شرف شكر، ليا طبعا. انا والف شكر يا زي ما استاذ. حضرتك عارف انا ما زلت طالب دكتوراه، يعني تكرمه من حضرتك بتنادي لي دكتور. لا انا لا ما زلت حضرتك طالب استاذنا، دكتوراه. لا لا حضرتك استاذنا العفو ودايما بتعلم منك كل يوم. العفو العفو، الله شرف يكرمك يا دكتور، الف شكر يا دكتور، جزاكم الله خير. الله الله يكرمك. يكرمك يا دكتور.